رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن بدء فعاليات البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، ضيوفنا أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق. واسمحوا لي ان انا قبل ما ابدا ويعني اطلق الافتتاح ان اقول لكم ان احنا من سنوات قليله مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضيه خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضيه تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعت الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز أطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني أنفسنا، وكمان بهني أشقائنا العرب على أن احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربية مرة تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن ايضا يكون من ضمن التنظيم فرصة ان احنا نعطي اشقائنا فرصة لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمة وبعض المقاصد الاخرى. مرة تانية برحب بكم وبشكر كل اللي ساهم في إخراج المنشآت ديت والمدينة ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمة في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وانا بتكلم على الشركات المصرية وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى بركة الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا.